السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نبتدي مع بعض كده سلسلة إن شاء الله هتكون متتالية، يعني إن شاء الله بتكلم عن الكيس ديسكشن. نحاول نمسك كده كيس كده ونقعد نتكلم فيها ونشوف نعرف نفكر فيها إزاي ونبتدي نحل فيها. فإن شاء الله يعني هنحاول ناخد من كل برانش كده مجموعة كيسات وإن شاء الله نبتدي نتكلم فيها إن شاء الله. طيب خلينا النهاردة نمسك أول كيس معانا كده من الإنفكشن. تمام، ايه قصتها؟ 23 فيميل بريزنت ويز جو تو سيكشوال ترانسميت ديزيز كلينيك ويز يوريسر ديشارج وي بين باسنج يوري فيو دايز افتر ريتيرن فروم هوليداي فروم سبين. تمام، وبعدين انفستيجيشن شوينج انفكتد ويز جونوريا. وبس حاطط لك حاجه بقول لك هيستوري اوف بنسلين انافلكس. خلاص، يعني هي 23 سنه فيميل جايه من هوليداي من سبين وجايه عندها بيرنينج في الباسنج اوف يوري وعندها يوريسر ديشارج، يبقى احنا عندنا مش حاله يوريسر ديشارج مع ديزيوري. طيب طبعا يوريسر ديشارج تفكر في اما جونوريا او كلميديا، هي طلعت عندها جونوريا. بس حاطط لك حاجه هي بوزيتيف او عندها انافلكسز من البنسلين. طبعا خلي بالك برده من الاكسبشن اللي بحطه لك ده، اكيد بيحط لك عشان حاجه معينه، فخلي بالك اي حاجه اكسبشن يبقى اكيد في تكه في الحته ديت، فهو غالبا بيقول لك ان في بوستو او عندها انفلاكسس للبنسلين. طيب فبيقول لك ايه بقى الموست اوبشن في دراجز، يعني ايه الدرجه اللي انت تديها احسن حاجه عندها جزري؟ هل تديها سيبرو توايس ويكلي ولا تديها ازيسرو مثلا 2 جرام وانس دوز ولا سيفوتراكزون مع ازيسرو ولا كوامكس كليف ولا دوكساكرين 100 ميجي؟ اللي هو جايب لك السيبرو والسيفو وجايب لك الدوك سايكل والكوميسوكليف اللي هو الاوجمانتين والازيثرومايسين. تمام، طيب اول حاجه نمسك حاجه ونحاول نفسرها. تمام، هل ينفع نديها كوامكسوكليف؟ الكوامكسوكليف والاوجمانتين، الكوامكسوكليف ده عباره عن ايه؟ عباره عن اموكسيسيلين. تمام، مع كلوفينيك اسيد بقى، يعني مش مهم التكنولوجيا، اهم حاجه هو اموكسيسيلين. طيب وعشان هو اموكسيسيلين ينفع دي؟ لا مش هينفع. ليه؟ لان الاموكسيسيلين البنت عندها الرجي من البنسلين. خلاص، فانا استبعدت اول حاجه الكوامكسوكليف، يبقى كده استبعدنا موضوع الاوجمانتين. ليه؟ عشان حته الاموكسيسيلين يبقى ما ينفعش عندها الرجي من البنسلين، فهو جايب لك البنسلين عشان يحط لك الحته دي عشان تتجنب اي حاجه فيها بنسلين. فدي برضو اول حاجه في الاختبار، فاحنا استبعدنا الكوامكسوكليف. طيب ينفع اديها سيبرو؟ تمام، ولا دوكسيسايكلين ولا سيفوتراكزون؟ السيفوتراكزون ده كفالسبور. الكفالسبور، طب ايه مشكله الكفالسبور؟ وجدوا ان معظم الناس اللي عندهم حساسيه من البنسلين غالبا بيبقى عنده حساسيه من الكفالسبور. خلاص، فالاحوط والافضل ما تستبعد عن برضه السيفوتراكزون. فخلاص يبقى السيفوتراكزون ده واحد من الكفالسبور، وهو غالبا معظم الناس بيبقى عندهم يعني حساسيه من الكفال وبرضه عندها حساسيه من البنسلين، فابعد عنها خالص. يبقى استبعدنا سيفوتراكزون واستبعدنا الكوامكس. طيب عندنا ينفع، هل ينفع اديها سيبرو؟ كان زمان في سيبرو فيرست شويس في الجونري، لكن دلوقتي خلاص غيروها عشان حصل موضوع الريزيستنت. تمام، فبقدر الامكان برضه تتجنب السيبرو. ليه؟ عشان موضوع الريزيستنت. فالسيبرو كان زمان صح، لكن سيبرو دلوقتي تتجنبه عشان موضوع الريزيستنت. يبقى ما ينفعش السيبرو، ما ينفعش سيفوتراكزون، ما ينفعش الكوامكس كريف. طيب ينفع الدوكسايكلين مش هينفع في الجونوريا. الدوكسايكلين ده بتاع ايه؟ بتاع الكلاميديا، علاج الكلاميديا كويس جدا جدا للكلاميديا، فالكلاميديا ينفع اديها دوكسايكلين، لكن ملوش رول في قصه الجونوريا. تمام، يتبقى مين؟ يتبقى الازيثرومايسين، هو ده فعلا العلاج اللي هو الماكروليد. الماكروليد اللي هو واحد منهم الازيثرومايسين، ده 2 جرام بتاخد وان دوز، ده علاج الايه؟ الجونوريا. يبقى احنا دلوقتي خدنا علاج الجونوريا هو الازيثرومايسين، وعلاج الكلاميديا هو الدوكسايكل. تمام، طبعا انت عارفين سؤال مشهور جدا بيجي كذا مره برضو، هو قصه اللي انت واحد جيت عالجت واحد دوكس، عالجت واحد مثلا جونوريا وما تحسنش. طب ايه السبب؟ عشان غالبا معاه كلميديا، او عالجت واحد كلميديا وما تحسنش، يبقى تفكر في الجونوريا، لان دايما هما غالبا الاثنين بيجوا مع بعض. خلاص، وطبعا كلينيكال حتى في شغلك، حتى لو طبعا اي واحد سيكشن ترانسميت ديزيز تحاول تعمل له كل سيكشن ترانسميت ديزيز هيربس بقى والاتش اي في والبي والسي هيباتيتس بي وهيباتيتس سي، ان هي مجموعه شله بتيجي مع بعض كده. لكن اذا موست كومن الجونوريا والكلاميديا بيجوا مع بعض، غالبا لازم تغطي الاثنين، لان غالبا بيبقى عنده الاثنين. فانت لو واحد ما تحسنش على واحد منهم فكر في الثاني، وواحد ما تحسنش من الكلاميديا فكر في الجونوريا، او ما تحسنش من الجونوريا فكر في الكلاميديا. النقطه اللي عاوز اقولها لكم النهارده
ان خلي بالك في السؤال ما بيجيب لك تكه مثلا يقول لك بنسينا الالرجي ده، خلي بالك هو جايبها لك عشان سبب معين، فعشان كده تجنبنا السيفوتاكزون وتجنبنا الاموكسيسيلين، فكرنا في الدوكساكل، لكن الدوكساكل ما ينفعش لانه في الكلاميديا. احسن حاجه، احسن اختيار ليها هو الازيثروميسين. ازيثروميسين الاثنين تمام. طيب يبقى كده خلصنا اول حاجه النهارده. ان شاء الله نحاول، ان شاء الله نحاول ننزل حلقات في خلال الاسبوع. يا ريت لو في اي كومنت اي في اقتراح تحت امركم اكتبوه تحت الفيديو. شكرا جدا، ويا رب تكونوا استفدتوا. شكرا جدا، السلام عليكم.